عندنا من جديد إخواني أخواتي في كل مكان، كيف شاهدتوا كانت هذه مجموعة من ردود الأفعال المضحكة دائما ديال الإعلام الجزائري المأجور اللي كيظل مقابل المغرب ليل نهار عشية وضحاها، مقابلين يعني الأخبار ديال المملكة المغربية بالكذب والبهتان ونشر معلومات مغرضة وخاطئة، سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى السياسي وجميع المجالات، ما لا من خلال التلفيق الكذب التزوير كل شيء خدام مع إعلام الغير مسؤول الجزائري اللي كيظل يكذب ويقفك باسم الحرية والصحافة وما إلى ذلك. فبالتالي كنتمنى أنه يتواصل الدفاع المستميت ديال الجمهور المغربي اللي شفتم من خلال التعليقات، فهو حاضر دائما موجود للدفاع على أي أمام أي شخص سولت له نفسه أنه يعني يتطاول على الوحدة الترابية ديال المغرب. إذن كنشكركم على التعليقات ديالكم، تفاعل ديالكم.